نروح لموضوع آخر معانا النهاردة، هو عن بداية وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لفتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج. أعلنت دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام، واللي بيبدأ طبعا من يوم 7 يونيو. هيفتتح إن شاء الله يوم 24 اللي هو اليوم للتقديم على هيبدأ اعتبارا من النهاردة الحد الموافق 24 إبريل بالزبط. والحد الخميس الموافق 12 مايو بالظبط. هنعرف تفاصيل اتفضل هنعرف التفاصيل أكتر للتقديم وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام عبارة عن إيه مع العرض التالي.